جد ظهر اليوم على مستوى كيلومتر 5 في اتجاه مدينة حلق الوادي الضاحية شمالية للعاصمة حادث اصطدام قطارين أسفر حسب حصيلة أولية عن إصابة أكثر من 55 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة. مصدر من وزارة النقل أفاد بأن حركة الجولان القطارات توقفت بين محطتي تونس البحرية والبطاح إلى حين إجلاء الجرحى وإبعاد القطارين عن السكة الحديدية. تفاصيل الحادث: أن قطارا قادما من محطة تونس البحرية اصطدم بقطار كان متوقفا على مستوى خط تونس حلق الوادي المرسى لعطب موصوف بالطارئ، وذلك على الساعة 4:10 من ظهر اليوم. وزير النقل أمر بفتح تحقيق في الحادث هذا، والفرق التابعة لوزارة النقل موجودة الآن وقاعدة تقوم بالتحقيق، وأكيد الفرق التابعة لشركة نقل تونس أيضا موجودة قاعدة تقوم بالتحقيق كما قاعدين نتراو في أسباب الحادث. نحن ما نحبوش نزربوا باش نقولوا شنو الأسباب نتاع الحادث هذا، وإن شاء الله المسؤوليات باش يتم تحديدها والأسباب باش يتم تحديدها في الأوان إن شاء الله. وحتى كشف نتائج هذا التحقيق تبقى أسباب الحادث المفاجئ غير معلومة مؤقتا. أنا مشير المغادي وماني وتران نشوف فيه واقف، والآخر ديجا جاي يجري ماني بالقوية تخلف فيه، وتسمع كان في السياحة حسين مقولة الضربة أنا تحت في الماء، فهمني؟ وكلهم مجروحين ديجا، كلهم طولهم أنت كي شفتهم كلهم نقامت كلهم طايحين كل على بعضها، اللي مضروب في راسه واللي في يده واللي في ساقيه. حسب الحصيلة الأولية الواردة في بيان وزارة الداخلية فعدد الجرحى تخطى 55. تولت الحماية المدنية معالجة من كانت منهم إصاباته خفيفة ونقل البقية إلى المستشفيات، ومنها المستشفى الجهوي خير الدين الذي استقبل في البدء 28 جريحا. ومن بعد زادوا توافدوا علينا العديد من الحالات الأخرى، لأن وصلوا الكل في الكل 74 حالة. دونك الحالات كانت أغلبها معناها رذوذ على مستوى الوجه وعلى مستوى الجنو والشفي انا ساق اللي قعدوا معناها الحالات اللي تنجم تستنى معناها كلهم لونتي بريز اون شارج كلهم مشاو منظمين. فما حاله صعيبه شويه مشات لشان نيكول، وفي الكل في الكل تقريبا 18 19 حاله وقعت تحويله ما بين مونجي سليم وما بين شان نيكول. عدد من المصابين تم توجيههم الى مستشفيي القصاب وشان نيكول، وعدد اكبر تم توجيههم الى المستشفى الجهوي مونجي سليم بالمرسى. جمله الحالات اللي وصلت للمستشفى مونجي سليم 68 حال، وحالات متفاوتة ما فيهاش خطورة كبيرة. فما أربع حالات اللي وقع إيواءهم توا، وفما اللي وقع توجيه من مستشفيات أخرى، والباقي أغلبهم تم إسعافهم وروحوا للديار. ويبقى الإعلان عن الحصيلة النهائية للحادث رهين تجميع المعطيات من المستشفيات وكل فرق الحماية المدني التي كانت على عين المكان ومن وزارة النقل.